يا هلا ويا غلا، شو هو سيلف ديسيبلين؟ يعني أدب نفسي. حبيب قال أدبني ربي وأحسن تأديبي. في نظام بكل مقام بكل مقال بكل حال، وهالنظام بدون موت ما فينا موت، كلنا منموت. هالنقطة بدها تموت بالموجة والموجة بتموت بالمحيط. تتذكروا وقت اللي قالت السمكة بدي شوف المحيط؟ يا حبيبتي انت بالمحيط والمحيط فيك، بلش يجوا هالعلماء يخبروا بدي شوف المحيط. اجت السمكة اكبر منا لقطتها اخذت على الشط، قالت لها المحيط، طلعت بالمحيط وميت. قالت له بدي شوف الله، بدي يموت بالله، موتوا قبل ان تموتوا على الحبيب وكل حبيب. إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. فإذا هالنظام بدي هدب وأدب نفسي فيه، من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة، بعدين الذات تأذي الروح لعند هالروح. ساعتها إذا أنا نظيف الروح بتجي. شو بدي ابتدي هالنظام؟ أكيد على نظام جسدي. شو عم بهتم فيه؟ شو هالنوايا؟ منين عم تطلع هالكذبة؟ منين عم تجي هالنية؟ ليش عندي خوف؟ ليش عندي قلق؟ ليش؟ منين عم يجوا؟ شو التوتر؟ مش الحق عليك بركض لعند الطبيب؟ لا، اترك كل شيء وقعد. شيل هالقناع وواجه الخوف. فيصير فيه. شوف وجهك الأصلي. شيلهم كلهم. الشخصيات. كم مليون قناع بالنهار. أهلا وسهلا ميرسي. لنا لازم كلنا عم نبتسم، احنا عم نتصور. وتحكش بالمخيبة الولد شو ما بده بيعمل، بتصوره هو نازل مخه. ليش احنا نبتسمه؟ ما بتصور دخلك لازم نبتسم. كذب يعني. النهر ينهو. في هون بانك وبانك او طرف النهر. هيدي موت وهي ولادة. ونحن ودي اربي حد لازم نبتسم. حط البسمة وقت اللي بتجي، حط البكي، حط الضحك. فيل ذا فيلينج، انك تحس بهالوجود بهالاحساس. هذا هو نظام الجسد. مثل الفصول يعني بيجي الشتاء انه بدي ثورك كون صيف، كون ربيع، كون ربيع الله خليك شوي. كون كما انت بكل لحظة. ما ترضي حدا، بدي ارضي الكاميرا. تتصور انا وكون عم تبتسم. قديش في وجوه كبيرة جسديا ختيارة وهيك، بس ويك اب عند الصحوة وبتضوي وبتنور، وعندها إشارات وعندها كرامات. فإذا هذا هو النظام. تأديب، عقل، انتبه. لما بتوصل لهالمستوى استوى وانطوى، انت على نفسك ساعتها بصير عندك بسموها سيلفشنس، انانيه. انا النيه، بتبلش بانانيه، بحب نفسي نفسي نفسي. فوت بالنيه، وانما الاعمال بالنيات. ساعتها تتحقق لك امور كثيره بدون ما تاخذ ورقه يا نصيب، ويطلع لك يا نصيب. شو بيصيب اهل التنصيب؟ بيعطيك ثروة داخلية. يا حبيبي بدون ما تطلب، يعني من ضعفي بطلب، بقول له بحب تكون حياتي هلا مع جماعة مثل ما عمل الحبيب ووسع قبر أم علي، يعني نوسع قبري بأعمالي. هيك شوف القبر هون حبيبي، امشي وسويه وزرعه. وقال لي في واحد مزارع هو وبيو، قال لي يا حجة احنا بخدمتك. لو انا بالخدمة كمان حيكون في حدا، حد عنده ابو، انا عندي ابو. هيك نهار احد بستقبل، كل الاسبوع بدي يكون واحد، بدي حدا بيطلع لي واحد اثنين.
الأحد. أهلا وسهلا فيكم. نبتدي بالواحد والتنين بتعملوا اثنين وثلاثة ثلاثة والأربعة أربعة وخميس خميس وجمعة جمعة والسبت لحد متى؟ مش كل يوم حاجة أو خطأ. بدي غربي غربي يا غربي. الإنسان ما بيعرف أي ساعة الموت ما إله تاريخ والحقيقة ما إلها تاريخ، بس كل واحد يكون مستعد للآخرة بكل لحظة. أنا مش عايشة بعيلة، يعني العيلة قلة وما عندي عيلة، ما عندي أخوي، ما عندي عيال، ما عندي حدا صديق. نعم أحبك بس رح يكون في جميع وبلبنان إن شاء الله، حتى لو ما كانت مريم. يلي عم بيعمل الجميع مش مريم، مروا يم. كلمة يام بلغات كتيرة طاقة ألوهية. هاليام هو هالطاقة اللي بتلعب بالمحيط، نقطة موجة بعدين بتاخد الموجة بتحطها بكعب المحيط بترجع بتتعلم هالموجة. ما تستكبر انه انا موجة، انا نقطة والموجة نقطة والمحيط نقطة وكلنا بهالنقطة مندوب ومنموت، وما في بالوجود الا الوجود. ترجع تجي كيف تجي الموجة، منموت منعيش، منموت ومنعيش الى اللانهاية. هاي الفكرة. فإذن ما في لزوم تكون من أهل الدنيا اللي عم تتملك لأولادي ولأحفادي. اسكندري كبير وديوجين القصة معروفة. قال له بس أنت شحاد وأنا ملك الاسكندر الكبير. قال له بس نموت منعرف مين الشحاد ومين الملك، بس نوصل على البيت. تتذكروا السفينة اللي كانت عم تستقبل واحد غني كبير أمير ملك سعودي عربي البترول، وشو كل هالشخصيات المخصية استقبلته، سجادة حرير أحمر ودددددد وموسيقى النشيد الوطني، وبعدين بيروح على الأوتيل وبيجيبوله كم بطنه من هوديك البطنة ودرسوه البطنة، مش واحد مرشده ومعه شوية درويش استقبلوه. قالوا له يا ريت فينا نعمل لك استقبال مثل هالاستقبال. قال لهم بعد ما وصلت على البيت يا حبيب قلبي نشتغل حتى نشوف هالكرامات. وقت اللي بتقوى هالطاقة عنا طاقة الروح، من روح إلى روح.